السلام عليكم ورحمة الله. How are you, Isa? How are you, my brother? I hope that you are in a good health. Just I send you this video because I want to do more in the memorizing of Surah. Surah we were studying today. Surah after Surah Quraysh. Okay. Surah Al-Ma'un. Sorry, Surah Al-Humazah. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة. Let's go to another surah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.